السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم في تاني محاضرات النيوروساينس. محاضرة النهاردة هنتكلم عن الإكزايتابل تيشو أو الأنسجة المستثمرة. في البداية كده عايزين نفهم إن إحنا عندنا الخلايا في جسمنا، أغلب الخلايا في جسمنا بتكون غير مستثمرة. يعني إيه غير مستثمرة؟ يعني مفيش فرق كبير بين الكهربية خارج الخلية، يعني في الإكسترا سيلولار فلويد مفيش فرق كبير بين الكهربية بينه وبين الانترا سيلولار فلويد. طب ايه اللي بيتحكم اصلا في الكهربية؟ اللي بيتحكم في الكهربية هي الايونات او الالكترولايتس. اللي هي ايه يعني الالكترولايتس ديت؟ اللي هي عبارة عن الصوديوم اللي شحنته موجبة، ايون الصوديوم يعني، او البوتاسيوم اللي شحنته موجبة، الكلورايد اللي شحنته سالبة، البايكارب اللي شحنتها سالبة، وهكذا. ديت اللي هي الايونات اللي بتتحكم في الكهربية بتاعة الخلية. تمام. بعض الخلايا في الجسم بنقول عليها خلايا مستثارة او انسجة مستثارة. سبب الاستثارة ديت هي ايه؟ هو تواجد فرق في الجهد بين خارج الخلية وداخل الخلية، يعني بمعنى اصح في فرق في تركيز الايونات خارج الخلية وداخل الخلية. ومعنى الكلام كده، معنى الكلام طالما الخلية في اختلاف في فرق الجهد خارج الخلية او اختلاف في الكهربية خارج الخلية عن داخل الخلية، يعني نقدر نقول ان الخلية ديت هتبقى تشارجت في النهاية، هتبقى ذات شحنة. خلية ذات شحنة. تمام؟ الخلية ذات الشحنة ديت وجدوا حاجة غريبة قوي، ان هما لما بيعملوا لها استثارة بأي حاجة خارجية، بأي ستيمولس خارجي، بتبتدي ان هي تعمل ريسبونس. الريسبونس ده ممكن يكون ريسبونس بسيط. ريسبونس اللي ممكن يحصل عندك ممكن يكون ريسبونس بسيط، زي مثلا ان هو يكون الكتريكال ريسبونس، عبارة عن تغير في الكهربية بتاعة الخلية. ممكن ان هو يكون مثلا ريسبونس تاني، زي في خلايا العضلات مثلا بتريسبوند انها تعمل كونتراكشن، وديت عباره عن ميكانيكال فورس. تمام؟ مثلا خلايا من خلايا الجلاند لما هتستجيب للستيمولس هتبتدي انها تعمل سكريشن، وديت عباره عن عمليه حيويه بايو سكريشن. فاحنا عندنا الاكزايتابل تيشو المميز بينها كلها ان انت لما بتعرضها للستيمولس بتبتدي ان هي تدي لك ريسبونس. تمام، لحد كده احنا فهمنا ايه الاكزايتابل تيشو. اكزايتابل تيشو الاكزامبل زي النيرف والمسل، وديت بتريسبوند، بتدي ريسبونس لما بتتعرض لستيمولس ايا كان نوع الاستيمولس. هو ايه؟ هو عباره عن تغير في الانفايرمنت اللي حوالين الخليه، وده بيبتدي ان هو يدي ريسبونس. ريسبونس ممكن تكون الكتريكال زي في الخلايا العصبيه، عباره عن الكتريكال امبلس او نبضات من الطاقه الكهربيه بتتنقل على الخليه العصبيه، او الامبلسز دهيت ممكن انها تكون ايه؟ ممكن تكون ميكانيكال فورس زي الكونتراكشن بتاع العضلات، وممكن تكون بايو سكريشن زي بعض الجلاند الموجوده في جسمنا اللي بتفرز هرمونات او انزيمات. تمام. اول حاجه هنتكلم عنها احنا في محاضره النهارده هنتكلم عن نيرف والمصل، بس اول حاجه هنتكلم عنها النيرف. ويلا بينا نتكلم على النيرف. قال لك في البدايه ان احنا عندنا النيرف او الخليه العصبيه ما اسمهاش نيرف، احنا بنقول نيرف خليه عصبيه، ولكن هي مش نيرف، هي اسمها نيورون. الخليه العصبيه اسمها نيورون، ودي بتتكون من سيل بودي او بنقول عليه سوما، يعني جسم الخليه العصبيه او نيورونال سيل بودي، واكزون. اكزون اللي هو الطرف نهايه عصبيه او الطرف النهائي العصبي. الاكزون ده هو اصلا اللي احنا بنقول عليه نيرف، يبقى نيرف فايبر. النيرف فايبر از اكزون. تمام. لو جينا للسيل بودي او للسوما بتاع الخليه، هنلاحظ ان هو عباره عن ايه؟ هنلاحظ ان هو عباره عن دندرايتس، عباره عن تفرعات كده شبه الشجره بتطلع من السيل بودي. والدندرايتس ديت وظيفتها الاساسيه انها توصل الضوئيه من خارج الخليه لداخل الخليه. يعني ايه؟ يعني الاتجاه بتاعها كده من خارج الخليه لداخل الخليه، ده الدندرايتس. تمام. طيب الحاجه اللي بعد كده هي ايه؟ هي الاكزون. قال لك ان الاكزون عباره عن حاجه شبه الدندرايت ولكنه اطول، هو اطول واحد. الحاجه الثانيه ان هو بيطلع من حته في الخليه اسمها، او من حته من النيورون اسمها الاكزون هيلك، الاكزون هيلوك. تمام. طيب بيبتدي النيورو بيبتدي ان الاكزون في النهايه يبتدي يعمل تفرعات بنسميها اكزون تيرمينالز. الاكزون تيرمينالز دهيت بتبتدي او الوظيفه بتاعتها انها تحمل الاشارات العصبيه من الخليه الى خارج الخليه، يبقى الاتجاه بتاعها كده. تمام. زي ما انت شايف اهوت، الدندرايت بتحمل الاشارات الكهربيه من خارج الخليه لداخل الخليه للسيل بودي،
والاكسون من داخل خليه لخارج الخليه عشان يوصل لخليه تانية. تمام. الاكسون تيرمينالز اللي هي النهايات العصبيه بتاعه الاكسون بتبتدي انها تعمل ساينابس، يعني بتعمل ايه؟ بتعمل التصاق او بتعمل اتصال بينها وبين الخلايا العصبيه التانية او الخلايا العضليه او خلايا الجلد. الاتصال ده عباره عن ساينابس، واتكلمنا عن ساينابس في المحاضره اللي فاتت وهنتكلم عنها تاني النهارده. هي اتصال غير مباشر بين الخلايا وبعضها البعض. الاتصال الغير مباشر ده هو بيعتمد على تواجد ماده كيميائيه عشان تبتدي انها تنقل الاشاره الكهربيه الموجوده في النيرف لخليه عصبيه تانية. المواد الكيميائيه دي بنسميها كيميكال نيورو ترانسميترز، نواقل عصبيه كيميائيه. خلاص. طيب دي موجوده فين؟ في الاكسون تيرمينز. طيب النيرف فايبر لو جينا للصوره الاولانيه بنلاحظ ان حوالين الاكسون في ماده لونها اصفر. الماده لونها اصفر ديت عباره عن ايه؟ دي نوع من الخلايا اسمها شوان سيلز. ديت عباره عن خلايا بتحيط بالاكسون عشان تحميه وفي نفس الوقت عشان تكون حاجه اسمها المايلين شيز. المايلين شيز ده عباره عن ايه؟ ديت عباره عن طبقه سميكه من الفوسفوليبيد ميمبرين بتحيط بالاكسون عشان تمنع فقد سريان الطاقه الكهربائيه فيه او فقد سريان الايونات فيه. والحاجة التانية هي ايه؟ هي ان هي بتزود من معدل انتقال الشحنات او الايونات الكهربية في الاكسون. يبقى احنا كده فهمنا ايه الاستراكشر بتاع النيورون. يعني الصفحة دي كلها استراكشر بتاع النيورون. كل اللي احنا قلناه النيورون او الخلايا العصبية عبارة عن سوما او سيل بودي وعبارة عن اكسون. السيل بودي بيتميز ان فيه دندرايتس بتحمل الاشارات العصبية او الاشارات الكهربية من خارج الخلية لداخل الخلية، والاكسون هو بيحمل الاشارات العصبيه من داخل الخليه لخارج الخليه، بيبدا بالاكسون هيليك وبينتهي بيه الاكسون تيرمينالز. والاكسون تيرمينالز بتتميز ان هي بتيجي ان هي بتعمل ساينابس مع الخلايا العصبيه الثانيه او الخلايا العضليه. الساينابس دهيت عشان تشتغل بتنقل الطاقه الكهربيه من خليه لخليه، من خليه الف لخليه ب. بتنقلها ازاي؟ عن طريق انها بتفرز ماده كيميائيه اسمها نيورو ترانسميتر. تمام لحد هنا. وعرفنا المايلين وهو عباره عن ايه، وعرفنا اهميته. المايلين هو عباره عن طبقه من الفوسفوليبيد بتحيط بالاكسون عشان تقلل من الفقد بتاع التيار الكهربي اللي ماشي فيه الاكسون او الكهربيه اللي ماشيه في الاكسون، وفي نفس الوقت انها بتعمل انسيوليشن، يعني بتفصل النيرف فايبرز عن بعضها البعض وعن الانسجه اللي حواليها، وبالتالي نقدر نقول انها بتحافظ على الكهربيه وبتزود الفيلوسيتي في انتقال الكهربيه. وهنفهم ازاي بتزيد سرعه انتقال الكهربيه او انتقال الالكترولايتس في الاكسون كمان شويه. تمام. طيب الفسيولوجي بقى بتاعه الاكسايتابل، ليه سميناها اكسايتابل تيشو؟ لان زي ما قلت لك في البدايه ان في اختلاف في الشحنات بين خارج الخليه وداخل الخليه. يعزى او ينتسب الاختلاف في الشحنات دهوت او الاختلاف في الكهربيه او الكهربيه بتاعه الخليه لايونين اساسيين، الصوديوم والبوتاسيوم. يمكن دولت اكتر ايونين التركيز بتاعهم مختلف بين الخليه وخارج الخليه. يعني على سبيل المثال مثلا الصوديوم بريدومنتلي موجود اكستراسيلر، الصوديوم معروف ان هو موجود خارج الخليه بكميه كبيره، في حين ان البوتاسيوم هتلاقيه موجود بكميه كبيره داخل الخليه. وهم دولت الاساس بتاعك في معظم الاكسايتابل تيشو. بعض الاكسايتابل تيشو الثانيه هتلاقيها بتعتمد كمان على الكالسيوم وبيدخلوا كمان الكلورايد معانا. يبقى احنا كده عرفنا ايه؟ ان في اختلاف بين الالكترولايتس او اختلاف بين الايونات بين داخل الخليه وخارج الخليه، وهذا الاختلاف في الايونات هو السبب في تواجد ما يعرف باسم الاكسايتابل تيشو والريستنج ممبرين بوتنشال القصير. هنتكلم يعني ايه ريستنج ممبرين بوتنشال كمان شويه. تمام. يبقى السيل ممبرين هو بيتكون من ليبيد باي لير وفي مجموعه من البروتينات. السيل ممبرين هو عباره عن بارير، عباره عن بوابه او عباره عن حاجز، في حاجات بتعدي حاجات تانية ما بتعديش، وبيحافظ على كونسنتريشن. المفروض ان الكونسنتريشن يكون ثابت، يعني عدد الشحنات الموجوده بره يساوي عدد الشحنات الموجوده جوه. ولكن في الاكسايتابل تيشو الشحنات الكليه بتكون مختلفه، يعني بيتميزوا بحاجه مميزه اسمها ريستنج ممبرين بوتنشال. يعني الخليه في الوضع الطبيعي بتاعها ريستنج ممبرين بوتنشال، يعني الخليه في الوضع الطبيعي بتاعها بتكون في اختلاف في الشحنات الكهربائيه خارج الخليه وداخل الخليه. الريستنج ممبرين بوتنشال طيب بيعتمد على ايه بقى تواجد الفرق في الشحنات ده؟ قال لك بيعتمد على ان اصلا الشحنات الكهربائيه بتبتدي ان هي تتحرك من المكان بتاعها وتتنقل.
زي ايه مثلا؟ بتتحرك ازاي الطاقه ديت؟ قال لك ان احنا عندنا في حاجات بتتحرك عن طريق السيمبل ديفيوجن. فاللي احنا هنتكلم عليه دلوقتي يا شباب هو ازاي بيحصل الفرق في الجهد او فرق في الاشاره الكهربيه. قال لك الفرق في الاشاره الكهربيه بيعتمد على حركه الايونات او حركه الالكترولايتس من خارج الخليه لداخل الخليه، عشان في النهايه تخلق الوضع اللي احنا متفقين عليه بتاع الاكزيتابل، وهو تواجد الاشاره الموجبه خارج السطح بتاع الخليه والاشاره السالبه داخل السطح بتاع الخليه. وخد بالكوا يا شباب، معنى موجبه او سالبه مش معناها ان الصوديوم هيكون موجود بكميات كبيره بره والبوتاسيوم هيكون موجود بكميات قليله. معنى الكلام ان انت ممكن تلاقي ان فرق الجهد النهائي اصلا بالسالب، مثلا سالب 70. سالب 70 ديت معناها ايه؟ معناها ان الالكترولايتس الموجوده داخل الخليه فرق الجهد بينها وبين خارج الخليه هو سالب 70. يعني احنا ما بنقولش ان خارج الخليه موجب، ولكن هو اقل سالبيه او اكثر ايجابيه، اقل سالبيه او اكثر ايجابيه من السطح الداخلي للخليه. هنفهم الكلمه ديت قدام، يعني انت لو طنشت لها دلوقتي مفيش اي مشكله، هنفهمها قدام. طيب حركه الايونات، اول حاجه الايون شانل اللي هي السيمبل ديفيوجن، عمليه انتقال الايون بمزاجه على حسب ايه؟ على حسب الكونسنتريشن جراديانت بتاعه، على حسب تركيزه. المشهور في الموضوع ده هو ايه؟ المشهور في الموضوع ده هو الليك شانلز بتاعت ايه؟ بتاعت البوتاسيوم. المشهور في الموضوع ده تاني يا شباب هو الليك شانل. احنا هنا في البدايه هنتكلم عن انواع التشانلز، او هنتكلم عن انواع التشانلز عامه، وبعدين هنقول لك ايه المسؤول عن اختلاف الكهربيه، تمام؟ طيب اول حاجه انواع التشانلز عندنا. اول حاجه عندنا في ليك شانل، ليك شانل او الباسيف شانل، اللي هي عباره عن ان في بروتين بيعدي الالكترولايتس على حسب الكونسنتريشن جراديانت بتاعته، ممكن يكون من الاكسترا سيلولر للانترا سيلولر، وممكن يكون من الانترا سيلولر للاكسترا سيلولر. فاول حاجه عندنا زي ما قلنا الليك شانل، وديت عبارة عن بروتين موجود على السطح بتاع الخلية بيدخل من خلال الأيونات، يا إما من داخل الخلية لخارجها أو من خارج الخلية لداخلها، على حسب إيه؟ على حسب الكونسنتريشن جريدينت بتاعته، تمام؟ وهو مميز أوي الأيون واحد، يعني ما ينفعش إن هو يعدي أكتر من أيون. الحاجة اللي بعد كده الجيتد شانل، والجيتد شانل بيتقسم لنوعين. في حاجة اسمها كيميكال جيتد شانل أو ليجند جيتد شانل، وديت عبارة عن برضو قناة بتعدي أيونات، بس عشان تعدي الأيون لازم إن يمسك فيها مادة كيميائية، عشان كده اسمها ليجند، لازم مادة كيميائية أو نيورو ترانسميتر يمسك فيها عشان يعدي إيه؟ عشان يعدي الأيونات أو الشحنات الكهربية. بعد كده عندنا في حاجة اسمها فولتج جيتد شانل، وديت عشان تفتح لابد من اختلاف فرق الجهد حواليها، لازم إن الإشارة الكهربية على الأوتر ممبرين تتغير عشان تفتح، تمام؟ طيب ده بالنسبه لايه؟ ده بالنسبه لانواع التشانلز اللي بتكون موجوده على السطح بتاع الخلايا. طيب ايه هي بقى المسؤوله عندي عن الممبرين بوتنشال او الريستنج ممبرين بوتنشال؟ في البدايه عايزين نفهم ايه هو الريستنج ممبرين بوتنشال اصلا. قال لك ان الريستنج ممبرين بوتنشال هو عباره عن الاختلاف في الجهد بين السطح الخارجي بتاع الخليه اللي هو بيعكس الاكسترا سيلولار سبيس، وبين السطح الداخلي بتاع الخلية اللي هو بيعكس الانترا سيلولار سبيس او الانترا سيلولار فلويد على اي اكزايتابل تيشو. وجدنا ان الريستنج ممبرين بوتنشال بتاع الخلايا العصبية الراوند سالب 70 ملي فولت. معنى سالب 70 ملي فولت ايه؟ معنى سالب 70 ملي فولت ايه؟ ان الانر سيرفيس اوف ذا سيل مور نيجاتيف عن الاوتر سيرفيس اوف ذا سيل بمقدار 70 ملي فولت. تاني، معنى ان الريستنج ممبرين بوتنشال بتاع الخلايا العصبيه سالب 70 ملي فولت، ان الانر سيرفيس بتاع الخليه العصبيه مور نيجاتيف عن الاوتر سيرفيس بمقدار 70 ملي فولت. خلاص. طيب الخلايا العصبيه اتفقت معاك ان هي بتستجيب للستيمولس او للاثاره الخارجيه عن طريق إشارة كهربية، تمام؟ فأنا خلية عصبية أهيت كانت موجبة من الخارج وسالبة من الداخل بمقدار 70 ملي فولت. أنا جيت عملت لها ستيمولس، أيا كان نوع الستيمولس ده، ميكانيكال ستريتش، كهربتها، عملت لها أي حاجة، غيرت في الانفايرومنت حواليها.
هتستجيب بانها تغير الشحنه الكهربيه بتاعتها، فبدل ما ان الخارج يكون موجب هيكون سالب والداخل هيكون موجب. عمليه الريسبونس اللي حصلت عندك ديت بنسميها دي بولاريزيشن. دي بولاريزيشن يعني ازاله الشحنات الموجوده او عكسها، بولر عكسها دي بولر. تمام؟ يعني معناها ايه؟ معناها ان انت بدل ما ان الانسايد بيكون مور نيجاتيف، لا انت بتحوله ان هو يكون ليس نيجاتيف، او الكلمه الثانيه بين قوسين مور بوزيتيف، يعني بتحول الاشاره من سالب لموجب. يعني سواء انك بتقلل في السالب، بتقلل السالب او بتزود الموجب. خلصنا؟ طيب بعد ما الخليه العصبيه بترتاح من الريسبونس او من الاستيمولس اللي انت عنده، او عند ازاله الاستيمولس، الخليه العصبيه عايزه ترجع لوضعها الطبيعي، الريستنج بتاعها، الريستنج ميمبرين بوتنشال. عشان ترجع لوضعها الطبيعي هي هترجع، ولكن مش بترجع مره واحده. يعني ايه؟ يعني مش بتوصل عند النقطه سالب 70، لا دي بتنزل تحت سالب 70، يعني بيزداد الانر سيرفيس نيجاتيفيتي، الانر سيرفيس بيزداد نيجاتيفيتي، والاوتر سيرفيس نقدر نقول، او الانر سيرفيس سوري، نقدر نقول ان هو بيقل البوزيتيفيتي بتاعه. فانا عايزك ترسم السهمين ديت جنب الهايبر بولاريزيشن، اكتب لي ان بتزيد النيجاتيفيتي وبتقل البوزيتيفيتي في الانر سيرفيس اوف ذا سيل، وهنا جنب الدي بولاريزيشن اكتب لي جنبها ديت اللي هي بتقل النيجاتيفيتي وبتزيد البوزيتيفيتي في الانر سيرفيس اوف ذا سيل. مهم بالله عليكم الكلام ده، تمام؟ طيب احنا لسه هنفهم الدي بولاريزيشن وازاي بيحصل، وهنفهم الهايبر بولاريزيشن وازاي بيحصل، وهنفهم الريستنج ميمبرين بوتنشال وايه السبب في تواجده. زي ما انا فهمتك وسبب دراستنا اصلا لانواع الليجنز المختلفه، هو الجزئيه دي، هو الجزئيه دي اللي انا افسر ليه في حاجه اسمها ريستنج ميمبرين بوتنشال. ليه الخليه العصبيه لما تيجي تقيس فرق الجهد بين الانر سيرفيس والاوتر سيرفيس هتلاقيه سالب 70؟ يعني الانر سيرفيس فيه شحنات كهربيه سالبه بمعدل 70 زياده عن الشحنات الكهربيه الموجوده في خارج الخليه. السبب ده ايه؟ ايه الحاجات اللي بتعمل الريستنج ميمبرين بوتنشال؟ او سؤال تاني، ايه الحاجات اللي بتخلي لك الريستنج ميمبرين بوتنشال بتاع الخلايا العصبيه سالب 70 ملي فولت؟ اول حاجه عندنا هي الباسيف ترانسبورت. الباسيف ترانسبورت، الباسيف ايه ترانسبورت؟ قال لك يا جميل ان احنا عندنا الليك شانلز بتاعه البوتاسيوم بتفضل مفتوحه وما بتتقفلش، ومعنى الكلام ان البوتاسيوم هيبتدي ان هو يطلع من داخل الخليه، لان احنا عارفين ان البوتاسيوم موجود داخل الخليه بكميه كبيره، هيطلع من داخل الخليه لخارج الخليه، والبوتاسيوم شحنته موجبه. لما يطلع من داخل الخليه لخارج الخليه معناه ان هو بيزود البوزيتيف بره وبيزود النيجاتيف جوه، تمام؟ لان انت جوه بتفقد شحنه موجبه، لما بتفقد شحنه موجبه معناها انك بتزيد في السالب، وبره لما البوتاسيوم هيطلع هو شحنه موجبه فهيزود الموجب بره، تمام؟ يبقى ديت اول حاجه مسؤوله عن الريستنج ميمبرين بوتنشال، مسؤوله عن ان بره يكون موجب وجوه يكون سالب. هي ايه؟ هي البوتاسيوم خروجه او الافلكس بتاع البوتاسيوم خارج الخليه من خلال الليك شانلز بتاعه البوتاسيوم، واللي بتعتمد في الخروج بتاعها على الكونسنتريشن. تاني بتعتمد على ايه؟ على الكونسنتريشن. عارفين الكونسنتريشن بتاع البوتاسيوم داخل الخليه زياده، فبيبتدي ان هو يطلع من داخل الخليه لخارج الخليه، تمام؟ طيب لو انا عايز اللي انا المفروض يعني ان يحصل تعادل، المفروض يعني ان يحصل تعادل، دي لو خليه عاديه المفروض هيحصل تعادل، لقيت ان البوتاسيوم ابتدى يطلع من داخل الخليه لخارج الخليه، المفروض هتطلع معاه كلورايد مثلا، او هتطلع معاه بروتين نيجاتيف تشينج اللي احنا بنقول عليه الاماينز، ولكن ده ما بيحصلش. ليه؟ لان مفيش تشانلز خاصه بيهم، مفيش تشانلز خاصه بيهم، وبالتالي ده هيخلي الاكستيرير دايما بوزيتيف والانتيرير دايما نيجاتيف. الحاجه الثانيه المسؤوله برضو عن العمليه ديت هي الاكتيف ترانسبورت اوف صوديوم والبوتاسيوم. ايه الاكتيف ترانسبورت؟ احنا عارفين ان الصوديوم موجود خارج الخليه بتركيز عالي، والبوتاسيوم موجود داخل الخليه بتركيز عالي. في حاجة اسمها الصوديوم بوتاسيوم اي تي بيس بامب، دي عبارة عن بامب بتبتدي ان هي تطلع الصوديوم لخارج الخلية قصاد انها تدخل البوتاسيوم لداخل الخلية.
طيب احنا لو هنا بنقول ان الصوديوم شحنه موجبه والبوتاسيوم شحنه موجبه، احنا لحد دلوقتي لا فقدنا شحنه ولا خسرنا شحنه، لان الصوديوم اللي هيطلع فيه بوتاسيوم بيخش قصاده. قال لك خد بالك ان الصوديوم بوتاسيوم بامب مش بتطلع بس جزيئين صوديوم، دي بتطلع 3 جزيئات من الصوديوم قصاد انها تدخل جزيئين بس من البوتاسيوم. وده معناه في النهايه ايه؟ ده معناه في النهايه ان في النهايه الشحنه على خارج الخليه هتزيد اشاره موجبه، لان دول 3 ودول 2، وداخل الخليه هتكون الاشاره سالبه. وده يخلينا نعمل ايه؟ نعمل ريستنج ممبرين بوتنشال. يبقى بالاخر يعني الحاجات المسؤوله عن الريستنج ممبرين بوتنشال هم حاجتين، الليكي شانلز بتاعه البوتاسيوم اللي بتخلي البوتاسيوم يطلع مع الكونسنتريشن جراديانت بتاعه من داخل الخليه لخارج الخليه، وبالتالي يخلق اشاره موجبه على السطح الخارجي بتاع الخليه واشاره سالبه على السطح الداخلي. الحاجه الثانيه هي الاكتيف سوديوم ترانسبورت اي تي بيز بامب، اللي تبتدي ان هي تطلع لك 3 جزيئات من الصوديوم ايون قصاد انها تدخل لك جزيئين من البوتاسيوم ايون، وبالتالي ده هيؤدي لان يكون موجود عندك شحنه موجبه على السطح الخارجي بتاع الخليه وشحنه سالبه على السطح الداخلي بتاع الخليه. تمام. طيب معلومه تانية على الصوديوم بوتاسيوم بامب او اي تي بيز بامب، هي بتعتمد على الاي تي بي في انها تعمل الحركه دي. هي زي ما احنا شايفين هي against the concentration gradient، عكس التركيزات، لان احنا متفقين من البدايه ان الصوديوم مين اللي بيكون موجود خارج الخليه، البوتاسيوم مين اللي موجود داخل الخليه. فطالما هي against the concentration gradient او معدل التركيز، فهي محتاجه طاقه عشان تعمل الموضوع ده، ما ينفعش انها تعدي بسهوله، فبيتكسر جزيء اي تي بي عشان يطلع لك 3 جزيئات من الصوديوم خارج الخليه ويدخل لك جزيئين من البوتاسيوم داخل الخليه. من اول هنا المحاضره هتبتدي ان هي تصعب سنه. من اول هنا بنبتدي ان احنا ناخد التغيرات الكهربيه اللي بتحصل داخل الخليه العصبيه ان ريسبونس لستيمولس معين. تمام. طيب اللي هو الاكشن بوتنشال، يعني نوع الالكتريكال تشينج او الريسبونس بتاع الخليه العصبيه لما بتتعرض لستيمولس هو الاكشن بوتنشال. يعني ايه اكشن بوتنشال؟ اكشن بوتنشال هي عباره عن تغير الكهربيه بتاعه الخليه العصبيه المؤقته ريسبونس لستيمولس، ولازم الاستيمولس اللي انت تطبقه يكون ثريشولد ستيمولس. يعني ايه ثريشولد؟ يعني لازم ان هو يكون اوف ماكسيمم انتنسيتي، لشده معينه. لو عملت الاستيمولس بشده اقل من الشده المعينه مش هيعمل ريسبونس او مش هيعمل اكشن بوتنشال. لو عملته بشده اكتر من الشده المعينه زي ما هنعرف ان شاء الله في الاول اورنان رول، مش هيعمل لك غير الاكشن بوتنشال الطبيعي، يعني مش هيزيد الاكشن بوتنشال. تمام. الموضوع اشبه بمفتاح الكهرباء، انت هتعمل ستيمولس تضغط على الزرار بتاع المفتاح هتقيد اللمبه، هتضغط على الزرار جامد برضه هتقيد اللمبه، هتضغط على الزرار بالراحه وممكن لدرجه انك ما يكونش حملك او جهدك كافي انك تضغط على الزرار جامد او تضغط عليه بحيث ان هو يعمل كليك، مش هتقيد اللمبه. فهو ده الاكشن بوتنشال، عباره عن ترانزينت ريفرس للممبرين بولاريتي على اكسايتابل سيلز اللي هي النيرف سيل ريسبونس لثري شولد ستيمولس. الفيسز بتاعه الاكشن بوتنشال بتمر ازاي عشان نفهم الفيسز من الاخر كده اهوت. هنيجي عندنا كده على الرسمه الجميله قوي ديت بتلخص الموضوع. يعني طيب الرسمه الجميله ديت بتقول لك ايه؟ بتقول لك ان احنا عندنا الخلايا العصبيه في حاجه اسمها ريستنج ممبرين بوتنشال بيكون عند سالب 70 ملي فولت، وسالب 70 معناها ان الانر سيرفيس اوف ذا سيل بيكون نيجاتيف مور ذان الاوتر سيرفيس اوف ذا سيل بمقدار 70 ملي فولت. تمام. طيب سبب النيجاتيفيتي احنا قلناه في حاجتين، لو لخصناه في حاجتين، ان البوتاسيوم بيطلع من خلال الليكي شانل، والحاجه الثانيه هي ايه؟ هي الصوديوم بوتاسيوم اي تي بيز بامب، صوديوم بوتاسيوم بامب اللي بتخلي الشحنه الخارجيه 3 صوديوم وبالتالي موجبه. تمام. طيب الاكشن بوتنشال بيحصل ازاي؟ انا هنا طبقت ستيمولس، ابتديت ان انا اطبق ستيمولس ايا كان نوع الستيمولس، ايا كان سواء مثلا اشاره كهربيه للخليه العصبيه كهربت الخليه العصبيه، او انك مثلا سلطت ضوء على الخليه العصبيه مثلا، او انك مثلا غيرت فيه الالكترولايت ليفلز في الانفايرمنت اللي حواليها، كل ده بنطبق عليه وبنقول عليه اسمه ستيمولس. اول ما انا بحط ستيمولس يا شباب بتبتدي الكهربيه بتاعه الخلايا العصبيه، انت فاهم ان هي على ريسبونس او الريسبونس بتاعها از اريكتيكال الكتريكال ريسبونس، هو الكتريكال ريسبونس. يعني ايه اريكتيكال ريسبونس؟ يعني تغير في الكهربيه. يعني ايه؟ يعني هتعمل اكشن بوتنشال. طيب الالكتريكال ريسبونس ده هو عباره عن ايه؟ احنا هنفسره دلوقتي. هو عباره عن 3 حاجات. الحاجه الاولانيه هي ان بيبتدي تشينج في النيجاتيفيتي بتقل، يعني السالب 70 هتبقى سالب 55. تمام. طيب بعد السالب 55
بتبتدي النيجاتيفيتي تقل جدا 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 لدرجة ان هي بتتقلب وبتتشقلب وتبقى بوزيتيفيتي لحد لما توصل لموجب 35. ديت اللي احنا بنقول عليها ديبولاريزيشن. ديبولاريزيشن يعني النيجاتيفيتي بتختلف. يعني ايه؟ يعني بدل ما الخلية بتاعت حضرتك كانت موجودة في الشكل الريسنج ميمبرين بوتنشال بالمنظر ده، هتصبح في الديبولاريزيشن موجودة بالمنظر ده. الخلية اصبح الاوتر سيرفيس بتاعها هو اللي سالب والانر سيرفيس هو اللي موجب. يعني موجب 35 ديت نفسرها ان الانر سيرفيس اوف ذا سيل اصبح مور بوزيتيف ذان الاوتر سيرفيس اوف ذا سيل بمقدار 35 مللي فولت. تمام. سبب التغير في الكهربيه ديت هو ايه؟ سبب التغير في الكهربيه ديت في الديبولاريزيشن هو حاجتين. الحاجه الاولانيه هي ان الصوديوم فولتج جيتد شانل بتفتح. الصوديوم فولتج جيتد شانل بتفتح. الصوديوم بيبتدي ان هو يخش من خارج الخليه لداخلها، والصوديوم شحنته موجبه، فلما يخش الموجب من خارج الخليه لداخلها هيبتدي ان هو يعكس الموضوع، فالخليه في النهايه الموجب هيكون جوه والسالب هيكون بره. اتفهمت الديبولاريزيشن؟ طيب نخش على الريبولاريزيشن. في الريبولاريزيشن الصوديوم فولتج جيتد شانل بتبتدي انها تقفل، واللي بتفتح هي المقابله ليها اللي هي البوتاسيوم فولتج جيتد شانل. والبوتاسيوم، شحنته موجبه، هيطلع من داخل الخليه لخارج الخليه اكوردنج للكونسنتريشن بتاعه، من داخل الخليه لخارج الخليه. لما يطلع من داخل الخليه لخارج الخليه هيعمل ايه؟ هيبتدي ان هو يعمل اشاره موجبه على الخارج واشاره سالبه على الداخل. يعني هيبتدي الموضوع يرجع لشبيه للريستنج ميمبرين بوتنشال. قال لك لا. ليه؟ لان معدل الخروج في الريبولاريزيشن ما بيكونش بالكم الكبير اللي انت تتوقعه، هو جاست بيخلي الموجب 35 تبتدي ان هي ترجع للصفر، فقط. تمام. يعني ايه صفر؟ يعني الاثنين نقدر نقول زي بعض، عشان كده اسمها ريبولاريزيشن. الاثنين زي بعض، يعني بره موجب وجوه سالب، او مش بره موجب وجوه سالب، الاثنين يا سالب. يعني الرسمه ديت نقدر نقول انها غلط. احنا ممكن نقول كده. تمام. طيب بعد كده معانا الخطوه بتاعت الهايبر بولاريزيشن. قال لك ان البوتاسيوم فولتج جيتد شانل كسلانه. يعني ايه كسلانه؟ يعني بتفضل فاتحه لمده طويله. يبقى الفولتج جيتد بوتاسيوم شانل ريمينز اوبن بعد اصلا ما انا اوصل للتركيز اللي انا عايزه. المفروض ان انا اوصل لحد سالب 70، ده انا عايز اوصل لسالب 70، الخليه كده رجعت للريستنج ميمبرين بوتنشال بتاعها الطبيعي. ولكن زي ما قلنا البوتاسيوم فولتج جيتد شانل بتفضل فاتحه لمده طويله، وده بيخلي ان البوتاسيوم يطلع من داخل الخليه بمعدل كبير لخارج الخليه، وده هيخلي لك الخليه في النهايه شكلها كده، ان الاشاره الموجبه بتبتدي تطلع بكميه كبيره للخارج، والاشاره السالبه بتبتدي انها تزيد للداخل. معنى كده انك عملت ريستنج ميمبرين بوتنشن ولكن بشكل مبالغ فيه. الشكل المبالغ فيه ده بنقول عليه الهايبر بولاريزيشن. سببه ايه؟ سبب ان البوتاسيوم فولتج جيت شانل بتفضل مفتوحه لفتره طويله بعد ايفن ما انا عملت ريبولاريزيشن. وبعدين الموضوع بيرجع تاني لوضعه الطبيعي، يعني بيرجع تاني للريستنج ميمبرين بوتنشن. اتفهمت؟ هنعيدها تاني على الكلام. هي الرسمه جميله بتفهم من خلالها. الكلام هيلخبطك، فانت احفظ ايه يا ابني؟ احفظ الرسومات. ادي الموضوع تاني اهوت بالفيسز المختلفه بتاعه الاكشن بوتنشال. اول حاجه الريستنج فيس. الريستنج فيس اللي هي المرحله الاولانيه، ودي بتكون سالب 70 مللي فولت بتاعه الريستنج ميمبرين بوتنشال اللي فسرناها بالتفصيل. بعد كده اللوكال اكزايتاتور ستيت، لما احنا بنطبق ستيميلس بيبتدي ان هو يعمل ديبولاريزيشن، بس الديبولاريزيشن اللي بيعمله بيكون قليل في البدايه، كل ما تزيد من شده الاستيمولس لحد لما اوصل لدرجه الثري شولد اللي انا عايزه بيبتدي الاستيمولس يعمل لك الاكشن بوتنشال. يعني اللوكال اكزايتاتور ستيت دي عباره عن ديبولاريزيشن بس كميته صغيره، او نقدر نقول ان هو لوكال ديبولاريزيشن، بيحول لك السالب 70 لسالب 55 بس. السبب بتاعه هو ايه؟ هو فتح الفولتج صوديوم جيتد شانل. وكل ما انت زودت الانتنسيتي بتاعه الاستيمولس بتاعك كل ما هتفتح فولتج جيتد شانل اكتر، وبالتالي كل ما هيكون اللوكال اكزايتاتور ستيت ما هياش لوكال، كل ما هتبقى اكتر ان هي تكون ايه؟ بروباجيتد، او تتحول لاكشن بوتنشال.
وهنفهم الفرق بين لوكال اكسايتاتور ستيت والاكشن بوتنشال. الديبولاريزيشن ودي مرحله ان بيكون خلاص تم فتح كل الفولتج جيتد صوديوم شانل فيها، وده بيبتدي ان هو يحول لك السالب 55 اللي وصلنا لها في اللوكال اكسايتاتور ستيت لبلس 35. البلس 35 بنقول عليها اب ستروك، اللي هي اعلى قمه نقدر ان احنا نوصلها او اعلى تغير كهربي نقدر ان احنا نوصله من خلال اثاره الخلايا العصبيه. تمام. طيب بعد كده معانا المرحله بتاعه الريبولاريزيشن، وديت السبب فيها هو ان بتفتح البوتاسيوم فولتج جيتد شانل وتقفل الصوديوم. الصوديوم اتقفل، البوتاسيوم اتفتح، يطلع البوتاسيوم من داخل الخليه لخارج الخليه، يبتدي ان هو يعادل الشحنات الكهربيه تاني ويرجع الوضع لمجراه الطبيعي. ولكن بتفضل البوتاسيوم فولتج جيتد شانل فاتحه لمده طويله، وده بيدخل الخلايا العصبيه في ان هي تكون هايبر بولارايزد زياده على اللزوم، يعني اشارتها الكهربيه الموجبه خارج الخليه اعلى بكتير من الإشارة السالبة المتوقعة داخل الخلية. آخر حاجة الموضوع بيرجع يتعدل تاني، وده يرجع الخلية للريستنج ستيت، وده بيعزى الفضل ليه للصوديوم بوتاسيوم بامب اللي هي أصلا كانت مسؤولة عن الريستنج ممبرين بوتنشال، واتكلمنا عن الرسمة دي. تمام. في الامتحان هيجيلك ايه المسؤول عن الديبولاريزيشن اوبننج للصوديوم فولتج جيتد شانل، ايه المسؤول على الريبولاريزيشن كلوجر للصوديوم فولتج جيتد شانل اوبننج للبوتاسيوم شانل، ايه المسؤول عن الهايبر بولاريزيشن ديليد كلوجر للبوتاسيوم فولتج جيتد شانل. تمام. ايه هو الثريشولد بتاع الاكشن بوتنشال سالب 55؟ ايه هو الريستنج ممبرين بوتنشال بتاع الخلايا العصبيه سالب 77؟ ايه هو الاب ستروك موجب 35؟ تمام تمام. اتمنى تكونوا فهمتوها يعني. طيب الجزء بقى اللي اصعب من اللي فات هو الاكسايتابيلتي تشينجز ديورنج الاكشن بوتنشال. احنا من التجارب العلميه هو عباره عن ايه؟ ان انا بدي ستيمولس، الستيمولس اللي انا بديه دهوت انا عايزه يعمل ايه؟ عايزه يعمل ريسبونس، عايزه يعمل اكشن بوتنشال. تمام. طيب ديت التجربة البسيطة اللي قام بيها العالم الأول. جه عالم تاني قال لك إيه؟ طب ما إيه رأيك إن أنا أثناء ما الخلايا العصبية في أكشن بوتنشال ما أنا أجرب التأثير بتاع الاستيمولس عليها؟ وديت سميتها مدى استثارة الخلية العصبية. يعني إيه؟ يعني التغيرات في إثارة الخلية العصبية أثناء ما هي أوريدي فيها أكشن بوتنشال، يعني أثناء ما في تغير في الكهربية بتاعتها. وقسمناها لحاجتين أبسوليوت ريفراكتوري بيريود وريلاتيف ريفراكتوري بيريود. ودولت عباره عن ايه؟ قال لك ببساطه ابسوليوت يعني ممنوع، ريفراكتوري بيريود يعني الخليه مش هتستجيب لاي ستيمولس انت هتعمله في المرحله دي، ريلاتيف ريفراكتوري بيريود يعني الخليه مش هتستجيب لاي ستيمولس، ولكن لو زودت الانتنسيتي بتاعه الاستيمولس الخليه ممكن انها تستجيب وتعمل لك اكشن بوتنشال جديد غير اللي هي فيه. خلاص. طيب الابسوليوت ريفراكتوري بيريود بتقابل ايه من الاكشن بوتنشال بتاع الخليه؟ قال لك ان هي بتقابل الديبولاريزيشن بالكامل، بتقابل الديبولاريزيشن بالكامل، وبتقابل كمان ال 1 ثيرد بتاع الريبولاريزيشن، في حين ان الريلاتيف ريفراكتوري بيريود بتشمل التلتين الباقيين من الريبولاريزيشن والهايبر بولاريزيشن. طب ايه السبب ان ديت ممكن انها تستجيب ل ستيمولس وديت ما دي سوري ايه الفرق او ايه السبب يعني ان ديت ما تستجيبش لاي ستيمولس ايا كانت شدته وديت تستجيب لستيمولس ولكن لو زودت الشده؟ السبب ببساطه ان هنا انت اوريدي لو كنت تابعت معايا في الكلام ان احنا في بدايه الديبولاريزيشن بيبتدي كل الصوديوم فولتج جيتد شانل تفتح كلها، اول صوديوم فولتج جيتد شانلز كلها بتفتح. تمام. فانت اوريدي ما عادش عندك، انت حتى لو طبقت اي ستيمولس هتفتح، ما هو الستيمولس عشان يقوم باكشن بوتنشال لازم تفتح صوديوم فولتج جيتد شانل وتعدي صوديوم. انت دلوقتي ما عندكش اصلا الشانلز مقفوله عشان تفتحها، هم كلهم مفتوحين، فانت هتعمل ايه؟ ايا كانت الطاقه الكهربائيه وايا كانت الاستثاره اللي انت هتعملها للخليه، الخليه مش هتصار لان هي اوريدي مصاره اصلا، هتصير ايه زياده عن كده؟ مش هتديك حاجه. تمام. ده في الابسوليوت. لما نيجي بقى للريلاتيف ريفراكتوري بيريود اللي هي بتشمل الريبولاريزيشن، افتكر ريبولاريزيشن ايه ده يا دكتور؟ ده كان ابتدى في بعض الصوديوم فولتج جيتد شانل كانت بتقفل، صح؟ كنا قلنا في ريبولاريزيشن هي بتقفل كلوزد،
تمام؟ فاقوم انا لما ادي ستيمولس الانتنسيتي بتاعته عاليه تبتدي انها تفتح، فالمقفول هيفتح وبالتالي يعمل لي اكشن بوتنشال في النهايه. اتفهمت؟ يبقى الاكسايتابيلتي تشينجز اثناء الاكشن بوتنشال بنقسمها الابسوليوت ريفراكتوري بيريود، وديت عباره عن الديبولاريزيشن والابر وان سيرت بتاع الريبولاريزيشن، والسبب بتاعها هو ان انت اصلا اوريدي كل الصوديوم فولتج جيت الشانل مفتوحه، مش هينفع يا ابني اي طاقه كهربائيه او اي استثاره انت هتعمل الخليه مش هتصغر، لانها عشان تصغر لازم ان يكون مفتوح الصوديوم فولتج جيت الشانل، لازم يكون حاجه مقفوله وانت هتفتحها عشان تدخل صوديوم، هو اوريدي كلهم مفتوحين مش هيشتغلوا زياده عن كده. الريلاتيف ريفراكتوري بيريود لا، ده هنا في بعضهم قفلوا، انا ممكن افتحهم تاني بس عشان تفتحهم تاني محتاج ستيمولس زياده عن اللزوم، يعني مش محتاج بس انك تضغط على المفتاح عشان تشغل اللمبه، لا ده انت محتاج انك تضغط على المفتاح بشده او تضربه، تمام؟ ودي بتشمل الاثنين ثيرد من الريبولاريزيشن وي اي وي ال هايبربولاريزيشن. خد بالك بالمناسبه ان ده بنقول عليه الاسندنج ليمب، الصوره مش باينه شويه، ده بنقول عليه الاسندنج ليمب وده بنقول عليه الديسندنج ليمب، المصطلحين برضو ايه عشان لو قابلوكوا في الاسئله ولا حاجه. بعد كده هنتكلم عن حاجه اسمها اول اور نون رول. اول اور نون رول دي عباره عن ايه؟ دي عباره اللي انا عمال اقول لك عليها من الصبح، ان الاكشن بوتنشال بتاعك في الخلايا العصبيه عشان ان هو يشتغل يا تدي له ستيمولس واعلى منه مساوي اعلى او مساوي لي اس ريشولد، يا اما ما تديلوش ستيمولس. يبقى تاني يا ابني لو اعطيته ستيمولس اعلى او مساوي للثريشولد بتاعه هيديك ريسبونس، عشان كده اسمها اول. لو اعطيته ستيمولس اقل هيساوي ريسبونس، لو اعطيته ستيمولس اقل من الثريشولد هيعمل لك نو ريسبونس، عشان كده اسمه اول، يديك ريسبونس يا ما ادكش ريسبونس. اول اللي هو ايه؟ هديك كل حاجه هاندي، هعمل لك تغير في الاشاره الكهربائيه وديبولاريزيشن، او مش هديك اي حاجه لو انت اعطيتني الستيمولس اقل من الثريشولد بتاعي. تاني، ايه هو الثريشولد يا جميل؟ افتكر دايما الثريشولد، عشان هيسالك عليه في الامتحان، الثريشولد بتاع الاكشن بوتنشال عشان يشتغل في الخليه العصبيه هو الراوند كام؟ الراوند سالب 55 ملي فولت. خلاص؟ طيب كل ده لو احنا بنتكلم عن سنجل فايبر، خد بالك بنتكلم عن خليه عصبيه واحده. طب لو بنتكلم على نيرف فايبر بنتكلم على نيرف، سوري بنتكلم على نيرف كامل او نيرف ترانك، يعني بنتكلم على عصب كامل. العصب يتكون من الاف الاطراف العصبيه او الاف النيرف فايبرز، وكل واحد ليه ثريشولد مختلف عن الثاني، وبالتالي لو انا اعطيت اشاره كهربيه مقدارها مثلا 50 ملي فولت، كل ال بيتحفز او الثريشولد بتاعه اقل من 50 هيتاكتف، في حين ان الثريشولد بتاعه اعلى من 50 مش هيتاكتف، وبالتالي لما اجي اقيس الاشاره الكهربيه في النيرف هلاقي اكوردنج للنسبه بتاعه اللي تحفزه قد ايه، الاشاره الكهربيه ممكن تكون 50% ممكن تكون 60% وهكذا. تاني، اللي انا بقوله ده مش عليكم، اللي عليكم هو السنجل نيرف فايبر، سنجل نيرف فايبر. انا هنا الكلام ده على الجروبد نيرف فايبرز، على الجروبد نيرف فايبرز اللي هي مجموعه مع بعض. لو احنا بنتكلم عن طرف واحد بتاع خليه عصبيه واحده، يا تدي له ستيمولس مساوي او اقوى من الثريشولد بتاعه عشان يشتغل، لو اعطيته ستيمولس اقل من الثريشولد بتاعه مش هيشتغل، مش هيدي لك اكشن بوتنشال، ولكن بيدي حاجه تانية اقل من الاكشن بوتنشال. الحاجه التانية دي بنقول عليها ايه؟ الحاجه التانية بنقول عليها لوكال جريدد بوتنشال. او اللوكال اكسايتاتوري ستيت، تمام؟ يبقى اعطيت سب ثريشولد ستيمولس اثر لي او عمل احدث تغير في الايونات بتاعه الخليه العصبيه، ولكن لم يحدث اكشن بوتنشال. اعطيت ثريشولد ستيمولس هيعمل لي اكشن بوتنشال، اعطيت اعلى من الثريشولد ستيمولس هيديني برضو نفس المقدار بتاع الاكشن بوتنشال. خلاص؟ طيب مهم الاول اور نون رول بيتسال فيه في الامتحان، يقول لك لو اعطيت الخلايا العصبيه سوبرا ماكسيمم او سوبرا ثريشولد ستيمولس هتديك اكشن بوتنشال، سب ثريشولد مش هتدي اكشن بوتنشال، امال هتدي ايه؟ هتدي لوكال بوتنشال، تمام؟ او لوكال جريدد بوتنشال. طيب احنا كده يعتبر اخذنا الجزء الاول من الريسبونس بتاع الخليه العصبيه للستيمولس المختلفه.
او الاستيمولاي المختلفه. الريسبونس الثاني بتاع الخلايا العصبيه هو البروباجيشن للاكشن بوتنشال. البروباجيشن او انتقال الاكشن بوتنشال هو الوظيفه الثانيه او الريسبونس الثاني بتاع استثاره الخلايا العصبيه. طيب هو نوعا ما الكوندكشن او انتقال الطاقه الكهربيه زي ما هنعرف دلوقتي الصوره بتاعته، هو نوعا ما في الانمايلينيتد فايبر بيكون سلو. يعني ايه سلو؟ يعني من معدل انتقاله بيكون من نص ل 2 متر في الثانيه، يعني حاجه قليله جدا في الانمايلينيتد نيرف فايبر اللي هي ما فيهاش مايلين. وده بيوري لك اهميه المايلين اللي احنا قلناها فوق، ان المايلين بتزود في الفيلوسيتي زي ما هنعرف دلوقتي ان الفايبرز بتتقسم هل فيها مايلين ولا لا. فانتقال الاشاره الكهربيه او البروباجيشن بتاع الاكشن بوتنشال هو عباره عن ايه؟ هو عباره عن ان الويف بتاعه الديبولاريزيشن تتنقل من المكان بتاعها الاولاني على الاكزون للمكان اللي جنبها، تمام؟ وطبعا كل ما تتنقل كل لما هنا بيحصل ريبولاريزيشن ثم هايبر بولاريزيشن ثم ريستنج، تمام؟ وهكذا ديبولاريزيشن ريبولاريزيشن ريستنج ديبولاريزيشن ريبولاريزيشن وريستنج، تمام؟ ده المقصود بالانتقال. معنى الكلام ايه؟ معنى الكلام ان الاكشن بوتنشال بيتميز بقابليه انتقاله على اطراف الخليه العصبيه الواحده. ده الكوندكشن في الانمايلينيتد نيرف فايبر بيكون سلو. طب بالنسبه للمايلينيتد نيرف فايبر قال لك ان الموضوع بتاع الكوندكشن بيكون سريع رابيد، تمام؟ ليه؟ لان احنا الاشاره الكهربيه بتتنقل من مكان للتاني عن طريق انها بتعمل جامبنج، عشان كده بنقول عليها سالتاتوري كوندكشن. سالتاتوري كوندكشن يعني ايه؟ يعني ان الاكشن بوتنشال بينط من نود فروم فيير لنود فروم فيير ثانيه. هي ايه النودز فروم فيير عشان انا ما قلتهاش صح؟ النودز فروم فيير هي عباره عن اماكن موجوده بين المايلين وبعض البعض بيكون فيها النيرف فايبر في المنطقه دي ما لهوش مايلين. يعني ايه؟ يعني عاري من المايلين. يعني ايه؟ يعني ممكن ان الطاقه الكهربيه توصل، وبالتالي الطاقه الكهربيه بتتنقل بنقول عليها رانينج اوف اكشن بوتنشال او جامبنج اوف اكشن بوتنشال فروم نود تو نود، بنقول عليه السالتاتوري كوندكشن. وده بيسرع عمليه الانتقال لان احنا قللنا الطول او المسافه اللي تتنقل من خلالها الطاقه الكهربائيه. طيب اهميه السالتاتوري كوندكشن اهي اول حاجه بيزود الفيلوسيتي. الحاجه الثانيه بيكونزرف الانرجي. الطاقه الكهربائيه اثناء انتقالها هي بتفضل منحصره في الاماكن بتاعه النيرف فايبر، ما بتطلعش بره، وبالتالي بسبب الانسيوليشن او بسبب ان في ماده عازله، ماده عازله اللي هي المايلين، تمام؟ الحاجه اللي بعد كده هي الرابيد ريبولاريزيشن اللي بيحصل، بترجع لحالتها الطبيعيه او للريس ميمبرين بتاعتها كونديشن عليها. طيب احنا بنبتدي ان احنا نقسم الاطراف العصبيه بتاعه الخلايا العصبيه اكوردنج لهل في مايلين ولا ما فيش مايلين، والحاجه الثانيه السمك بتاعها قد ايه. وطبقا للحاجات ديت بتبتدي السرعات بتاعه النيرف فايبر تختلف. اول حاجه عندنا هي اللي بتتحكم في السرعه او اللي بتافكت الكوندكشن فيلوسيتي هي التايب اوف نيرف فايبر. والتايب اوف نيرف فايبر اللي بيحدده يا اما الدايمتر بتاع الفايبر يا اما السيكنس بتاع المايلين شيس اللي حواليه. وكل ما هيزيد الدايمتر كل ما هتزيد الفيلوسيتي، كل ما هيزيد السيكنس بتاع المايلين شيس كل ما هتزيد الفيلوسيتي. يبقى العلاقه بين الاثنين هي علاقه ايه؟ علاقه طرديه. كل ما هتزود الدايمتر او كل ما هيزيد السمك بتاع الفايبر او السمك بتاع المايلين كل ما هيزيد انتقال الطاقه الكهربائيه فيه. الحاجه اللي بعد كده هي التمبريتشر. كل ما هتزيد التمبريتشر كل ما هتزيد ايه؟ الكوندكتيفيتي. طيب ده بالنسبه للجزئيه دي. فاحنا عندنا التايب اوف نيرف فايبر عندنا اكوردنج للدايمتر بتاعهم، عندك في تايب A تايب B وتايب C. تايب A بيرجع يتقسم لسب تايبس الفا وبيتا وجاما ودلتا، تايب B وتايب C. تايب A عندنا ده هو السيكست اكتر واحد تخين، وبالتالي ده اسرع واحد، هو اللي ليه الفيلوسيتي العاليه. Largest diameter highest velocity بيسألك في which of the following nerve fibers اللي في maximum velocity type A. طب type A alpha ولا beta ولا gamma؟ type A alpha طبعا لأنه أضخم واحد. بعد كده type B عندنا وtype C الطاقة أو السرعة بتاعة الكوندكشن بتكون قليلة جدا في type C. C اللي هو slow type. ده بالنسبه للجزء الاول من المحاضره. الجزء الثاني من المحاضره اسهل بكتير من الجزء الاولاني ولانه بيتكلم على الماسكولار تيشو. الماسكولار تيشو او النسيج العضلي احنا عندنا في جسمنا النسيج العضلي موجود في ثلاث اماكن. المكان الاولاني اللي هو السكليتال ماسل او العضلات الهيكليه،
والكاردياك ماسل او العضلات القلبيه، والسموز ماسل او العضلات الملساء. السكليتال ماسل ديت اي عضله لازقه على عظم. الكاردياك ماسل هي موجوده في الهارت من اسمها كارديو كارد. السموز ماسل دي موجوده في اي هيومن في جسمنا، الجي اي تي تراك، الريسبيراتوري تراك، اليورينري تراك، الجينيتال تراك، اي تراك في جسمك موجود فيه سموز ماسل. النيوكلياي او الشكل بتاع الخليه، السكليتال ماسل بتكون مالتي نيوكليتد برانشنج سيلز، الكاردياك ماسل بتكون برضو يوني نيوكليتد او باي نيوكليتد وبرانشنج سيلز وبتشوز سيريشن الاثنين. السموز ماسل بتكون يوني نيوكليتد وشكلها باي ريفورم، شكلها شبه المغزل كده او شكلها معينه الشكل، وبتكون نون سترايتد. بالنسبه للكونتراكشن، السكليتال ماسل الكونتراكشن اللي فيها بيكون فولانتري كونتراكشن، يعني انت اللي بتحرك العضله بتاعت ايدك، انما الكاردياك ماسل لا، ده انفولانتري، وكذلك السموز ماسل انفولانتري. واللي بيتحكم في السموز ماسل هو الاوتونوميك نيرفس سيستم، اللي بيتحكم في الكارد اللي هو الريزم بتاع القلب ذات نفسه، وليس الاوتونوميك نيرفس. الاوتونوميك نيرفس سيستم بيزود او يقلل من معدل ضربات القلب، ولكن لا يتحكم في ضربات القلب ذات نفسها، لانها ناشئه من الانترنسك اكتيفيتي بتاع القلب. كلمه استرييتد معناها فيها خطوط كده، فيها خطوط كده بسبب ايه؟ بسبب حاجه هنعرفها كمان شويه، ان احنا عندنا في حاجه اسمها سيك فيلامنت وفي حاجه اسمها سين فيلامنت، ونتيجه للالترنيشن بينهم او الكروس بريدج بينهم وبين بعضهم البعض، ارتباط يعني، بيدي لك الشكل بتاع الاسترايشن. لو احنا اخذنا السكليتال ماسل كاكزامبل على الاكسايتابل تيشو، السكليتال ماسل لو جبنا عضله زي عضله البايسبس بنقول عليها ماسل، حته لحمه، حته اللحمه دي بتلاحظ ان هي بتتكون من نسائر، كل نسيره منهم او مجموعه من النسائر مع بعضها ملفوفه كده اللي احنا بنقول عليها فازيكل. كل فازيكل منهم لما تطلعها تلاقي فيها نسيره واحده، النسيره الواحده ديت هي الماسل فايبر او الماسل سيل. الماسل سيل ديت لما بتيجي تكبرها تحت الميكروسكوب بتلاحظ ان السيتوبلازم بتاعها فيه كميه كبيره من فيلامنت اسمه مايو فيلامنت او مايو فايبرل. المايو فايبرل ده لما تبص على التركيب بتاعه تحت الالكترون مايكروسكوب هتلاحظ ان هو بيتكون من نوعين من البروتينات، الاكتين والمايوسين فيلامنت. تمام؟ طيب يبقى ادي الشكل بتاعنا بتاع الماسل، ادي الماسل فيزيكال، اخذنا من الماسل فيزيكال او الحزمه العضليه اخذنا حته واحده بس او ليفه واحده بس او نسيره واحده اللي هي الماسل فايبر، بصيت على الماسل فايبر لقيت اللي جواها مايو فايبرل، مايو فايبرل بصيت عليها بالالكترون مايكروسكوب لقيت ان جواها في عندك سيك فيلامنت وفي سين فيلامنت، السيك فيلامنت هو المايوسين والسين فيلامنت اللي هو الاكتين. يبقى المايو فايبرل، المايو فايبرل عندك في منه نوعين، النوع الاولاني اللي هو السيك فيلمنت وده عباره عن المايوسين، والمايوسين عندك هتلاحظ ان هو بيتكون من جزئين، حاجه اسمها مايوسين تيل وحاجه اسمها مايوسين هيدز. والمايوسين هيدز عندنا بتحتوي على اماكن فيها اماكن او ديبريشنز كده على الهيدز، واحد خاص بان هو يمسك بالاكتين، واحد تاني خاص ان هو يمسك بجزيء الاي تي بي، واحد تالت خاص ان هو يمسك بالانزيم اللي بيكسر الاي تي بي اللي هو بيكسر الاي تي بي هيدرولايز اي تي بي. ده بالنسبه للسيك فيلمنت في الهيد والتيل بارت بتاعه. بعد كده السين فيلمنت، والسين فيلمنت عندك فيه ثلاث انواع منهم، النوع الاولاني اللي هو الاكتين وده اللي هو الموست كومن، ده اللي بيعمل كروس بريدج بينه وبين المايوسين عشان تبتدي ان الحركه تشتغل. عندنا برضو التروبومايوسين، والتروبومايوسين ده اللي بيغطي الاماكن اللي المفروض يمسك فيها المايوسين هيدز على الاكتين، هو بيغطي الاماكن على الاكتين اللي المفروض يمسك فيها المايوسين في الريستنج ستيت، يعني في العضله وهي ريلاكسد الاكتين اكتيف سايتس او الاكتيف سايتس بتاعت الاكتين مش بتكون واضحه للمايوسين، يعني يعني متغطيه بايه؟ بالتروبومايوسين. التروبومايوسين بيغطي الاكتيف سايتس بتاعت الاكتين اندر ريستنج كونديشن. التروبونين وده عباره عن برضه بروتين بيبتدي ان هو يمسك في الكالسيوم ويميديت الانتر اكشن بين السيك فيلمنت والاكتين، يعني بين المايوسين وبين الاكتين. عندنا في نوع تاني من الفيلمنت اسمه الاستيك فيلمنت، وده اللي هو زي التنين، وده هنعرف الاكشن بتاعه دلوقتي ان هو بيربط الزد لاين اللي هنتكلم عليه كمان شويه مع ايه؟ مع المايوسين. طيب ادي الصورة بتاعت المايوسين السيك فيلمنت، زي ما انت شايف ان هو عبارة عن تيل وعبارة عن هيد. الهيد لما تيجي تبص على التركيب بتاعها هتلاحظ ان فيها ثلاث اماكن، اكتين سايت او اكتين بايننج سايت، اي تي بي بايننج سايت و اي تي بي هيدروليز بايننج سايت. وادي المايوسين ادي الاكتين اللي هو الدواير دهوت. الاكتين عليه في اكتيف سايت بتاع الاكتين، الاكتيف سايت دهوت في الريستنج ستيت في الريست، التروبومايوسين اللي هو ده بيكون ماسك فيه، وفي الاكتيف ستيت
التروبون المايوسين هيدز هي اللي بتكون ماسكه فيه. تمام. وعندنا في حاجه اسمها تروبومايونين او تروبونين كومبلكس، وده اللي هو بيمسك في الكالسيوم. عارف ايه الفكره في الكالسيوم دلوقتي؟ وده الشكل الارينجمنت النهائي بتاعنا. عندك هنا بتاع الساركومير، ده الارينجمنت النهائي بتاع الساركومير او الوحده العضليه اللي هي عباره عن الترتيب بتاع المايوسين والاكتين والتروبونين والتروبومايوسين والتنين اهو. تمام. ادي الشكل عندنا بتاع الاكتين مولكيول، وادي الاكتين اكتيف سايت اللي بيمسك فيه المايوسين عشان يعمل لك كونتراكشن في الاكتيف ستيت، وفي الريستنج ستيت اللي بيمسك فيه هو ايه؟ هو التروبومايوسين والتروبونين اهوت، الجزيئات الصفراء ديت المفروض انها بتمسك في الكالسيوم، والدولت مع بعض بيشكلوا سن فيلمنت. طيب ده بيدخلنا في ان احنا نتكلم عن الساركومير. ايه بقى هو الساركومير؟ الساركومير هو الوحده العضليه، الوحده العضليه او ذا سمولست فانكشنال يونت بتاع الخليه العضليه. الساركومير من الاخر هو الوحده اللي بتنقبض، وبالتالي بينعكس على ان العضله كلها تنقبض. الساركومير هو بيمتد من حاجه اسمها زد لاين لزد لاين. زد لاين ده عباره عن بروتين معين بيكون مميز او بيعمل شكل زجزاج، عشان كده بنقول عليه زد لاين او اختصار لزجزاج يعني. تمام، يعني متعرج. كل زد لاين بينه وبين التاني ديت على بعضه اسمه ساركومير. الساركومير عندك بنقسمه لدارك ارياز ولايت ارياز اكوردنج. انت الساركومير انت بتشوف الالكترو مايكروسكوب، الالكترو مايكروسكوب الصور فيه اسود يا ابيض خلاص. فانت الصوره السوداء بتاعتك بنسميها دارك زون، دارك زون وال او الاي باند. الدارك زون الاي باند، المنطقه اللي في النص ديت هي الدارك زون او الاي باند، والمنطقه الفاتحه اللي بنقول عليها الاي باند او اللايت زون، لايت زون او المنطقه الفاتحه الاي باند. تمام، اللي هي الجزئيه دي اللي بتشمل ايه من الاخر يعني؟ الاي باند هي بتشمل المايوسين اللي هو السيك فيلم، والاي باند بتشمل الاكتين بس. الاي باند عباره عن انتر اكشن بين الاكتين والمايوسين. الاي باند ما فيهاش مايوسين خالص، هي جاست عباره عن اكتين، اكتين والبروتينات اللي حواليه تروبومايوسين والتروبونين والتنين. تمام، فهمت الساركومير؟ يبقى احنا دلوقتي طلب اللي انا اعرف ايه هو الاي باند. الاي باند هي الوحده المتوسطه في الساركومير واللي بتحتوي على اكتين ومايوسين. الاي باند هي الوحده الطرفيه، وديت في منها اتنين في كل ساركومير في حين الاي باند واحده بس. والاي باند بتحتوي على الاكتين التروبومايوسين والتروبونين، ولا تحتوي، لا تحتوي على مايوسين خلاص. طيب الساركومير هي المنطقه اللي بين اتنين زد لاين، وعندنا في النص في حاجه اسمها ام لاين، في النص ميدل لاين او ام لاين خلاص. طيب اتمنى يكون الساركومير اتفهم. صوره تانية للساركومير اهي، ادي الساركومير، ادي المايوسين موجود في النص، ادي الاكتين موجود على الاطراف، ادي الاي باند، ادي الاي باند، وعندنا في اتنين اي باند قصاد اي باند واحده، ادي الزد لاين وادي الام لاين. كل ده بالكونت في الريلاكسد ستيت. طب ما تيجي نشوف في الكونتراكتد ستيت هيحصل ايه، عشان نشوف التغيرات اللي هتحصل في الكونتراكتد ستيت قبل ما نتكلم عنها. عايزين بس الاول نشوف ازاي بيحصل كونتراكشن. عشان نشوف ازاي بيحصل كونتراكشن لازم ان انا اكلمك على حاجتين تانيين بيخشوا في تركيب العضلات الهيكليه، وهي التي تيبيول او الترانزفيرس تيبيول، وحاجه تانية اسمها الساركوبلازميك ريتيكولم. ايه هي التي تيبيول؟ قال لك ان الخليه العضليه ما بترسمهاش زي اي خليه عاديه، يعني الخليه العاديه المفروض ان احنا بنرسمها زي ما احنا رسمنا في النيورون سيلز مثلا. السيل ممبرين بيحيط الخليه من جميع الجهات. قال لك ان الخليه العضليه السيل ممبرين مش بيحيط بيها بس من جميع الاتجاهات، ده كمان بيبتدي ان هو يرسل ديب انفاجينيشنز. الانفاجينيشنز اللي بيرسلها ديت بتبتدي ان هي تخترق بين المايوفايبرلز الموجوده جوه الخليه العضليه. يعني الشكل في النهايه هيكون كده. بص عندك المفروض الخليه في سيل ممبرين من بره، السيل ممبرين اللي من بره عامل انفاجينيشن، الانفاجينيشن ديت بتدي لك التي تيبيول اللي بتكون موجوده بين كل المايوفايبرل. يعني تخيل الاخرام الموجوده على السطح بتاع السيل ممبرين بتبتدي انها تمتد بالمنظر ده كده بين المايوفايبرلز وبعضها البعض. هو ده اللي بيحصل. تمام، التي تيبيول بتكون موجوده فين؟ التي تيبيول بتكون موجوده عند المنطقه بتاعه الزد لاين. يبقى تاني التي تيبيول يا ابني موجوده فين؟ موجوده عند الزد لاين. تمام.
الحاجه التانية هي ليه التي تي بيول دي موجوده؟ قال لك ان التي تي بيول ديت موجوده عشان تساعد في سرعه انتقال التغيرات في الالكترولايت او في الايونات من خارج الخليه لداخل الخليه بسرعه. بديل يا ابني الالكترونات دي، لان احنا هنا وحده الانقباض بتاعتنا ساركومير، وانا محتاج الساركومير ينقبض بسرعه. عشان ينقبض بسرعه لازم ان الاشاره تنتقل بسرعه، وعشان تنتقل بسرعه لازم ان انا اتجاوز اصلا السلمبرين ده، انا عايز اوصل على طول. تمام، ده سبب تواجد التي تي بيول. الحاجه الثانيه هي الساركوبلازميك ريتيكل، وديت متواجده برضو لحكمه، وهي ايه؟ انها برضو الشكل بتاعها بتيجي جنب التي تي بيول على اليمين وعلى الشمال، وتعمل حاجه اسمها تيرمينالز ستيرن. تيرمينالز ستيرن عباره عن دايلاتيشن من الساركوبلازميك ريتيكل. يعني الساركوبلازميك ريتيكل في اي خليه كان بتكون موجود حوالين النيوكليوس بشكل فيزيكال بالمنظر ده جنب جولجي كده، صح؟ هنا في الخليه العضليه ما بتكونش موجودة في الشكل ده، ده بتبتدي ان هي تنتظم على حسب المايوفايبر، وبتبتدي ان هي تعمل دايلاتيشن للور اند بنسميها تيرمينال سيسترن، والميد سايد بتعمل شبكة بالمنظر ده، عشان في النهاية يتكون لك شكل مميز قوي عند المنطقة بتاعت الاي باند، وهي الترياد بتاعتك اللي هو عبارة عن تي تي بيول، وعلى جنبها من اليمين والشمال موجود في تيرمينال سيسترن بتاعت الساركوبلازميك ريتيكل. التيرمينال سيسترن والساركوبلازميك ريتيكولم في العضلات الهيكليه مميزه ان هي بتحمل كميه كتيره من الكالسيوم، ودي وظيفتها انها بتعمل كالسيوم ستورج. تمام، طيب اهميه الكالسيوم ايه؟ مهم في الكونتراكشن. طيب يلا بينا نفهم ازاي الساركومير بينقبض ومحتاج ايه عشان ينقبض. النيورو ماسكولار ترانزميشن. طيب ايه النيورو ماسكولار ترانزميشن؟ قال لك ان العضلات الهيكليه هي بتنقبض الريسبونس للستيمولس. طب الستيمولس بتاعك هو ايه؟ هو الاشاره الكهربيه اللي جايه من الاطراف العصبيه. احنا فاهمين ان العضلات بتاعتنا بتتحرك بارادتنا. طب بتتحرك بارادتنا ليه؟ لان في اشارات عصبيه واصله لها من خلال السوماتيك نيرفوس سيستم، تمام، فبتحركها. موضع الاتصال بين الطرف العصبي اللي جاي للخليه العضليه وبين الخلية العضلية ده اسمه نيورو ماسكولار جونكشن. تمام، نيورو ماسكولار جونكشن ده هوت بيعتمد على نيورو ترانزميتر اسمه أستيتايل كولين. يبقى نيورو ماسكولار ترانزميشن هي ترانزميشن للإشارة الكهربية اللي جاية من خلال الخلية العصبية عشان تتنقل للخلية العضلية في المنطقة بتاعت النيورو ماسكولار جونكشن. طيب اللي هي عبارة عن ايه؟ اهي ادي النيورو ماسكولار جونكشن اهي، اللي هي عباره عن اكسون بتاع موتور نيورون، يعني نيرف فايبر بتاع خليه عصبيه مسؤوله عن انقباض خليه عضليه اسمها موتور نيورون. تمام، تمام، بينتهي بان هو يعمل موتور اند بليت، موتور اند بليت، موتور اند بليت. الموتور اند بليت بينتهي بان هو يجي يمسك على خليه عضليه من الخارج على السلم برين بتاعها، ويعمل حاجه اسمها سينابتيك كليفت. هي مش اتصال مباشر زي ما احنا فاهمين، هي اتصال غير مباشر، سينابتيك كليفت اتصال غير مباشر، ويبتدي ان هو يطلع النيورو ترانزميتر اللي هو الاسيتايل كولين. الاسيتايل كولين يمسك على الريسبتورز بتاعته ويقوم بالافكت، وبعد لما يقوم بالافكت بتاعه المفروض يتكسر عن طريق كولين استريز او اسيتايل كولين استريز. ده انزيم موجود في السينابتيك كليفت بيكسر الاسيتايل كولين. ليه بيكسر الاستايل كولين؟ لان الاستايل كولين ما يفضلش يفضل ماسك في الاستايل كولين ريسبتور، لان مع الوقت هيحصل باراليسيس للعضلات. طيب ازاي بتنتقل الطاقه الكهربيه الموجوده في النيرف فايبر للخليه العضليه، وازاي الخليه العضليه بتنقبض؟ يلا بينا نعرف The steps of neuromuscular transmission. احنا عايزين رسمه نشرح عليها اسهل من الكلام. طيب الرسمه اللي هنشرح عليها كالاتي، انا هرسمها لكم بقى لان هي مش موجوده. بص يا جميل، ادي النيرف فايبر. بمجرد وصول الاشاره الكهربيه للنيرف فايبر في نهايته بتبتدي تفتح الفولتج جيتد كالسيوم شانل المسؤول عن انتقال الكالسيوم من خارج الخليه العصبيه لداخلها. الكالسيوم لما بيخش بيبتدي يخلي النيورو ترانزميتر اللي بيكون متحوش وستورد في التيرمينال اند بتاعت النيرف او النيرف اندنج، بيبتدي ان هو يخليها تطلع بعمليه الاكزوسايتوسيس. ولما تطلع هيبتدي ان يكون موجود عندنا في السينابتيك كليفت الاسيتايل كولين.
الاسيتايل كولين الموجود في السينابتك كليفت هيبتدي ان هو يروح يمسك في الاسيتايل كولين ريسبتورز الموجوده على السطح بتاع الخليه. والاسيتايل كولين ريسبتورز الموجوده على السطح بتاع الخليه هي النوع بتاعها ليجند جيتد صوديوم تشانل. يعني الكلام المقصود بيه ان بمجرد ما ان الاسيتايل كولين يمسك في الريسبتور بتاعه تلقائيا هيجي فاتح الفولتج او الليجند جيتد صوديوم شانل، يعني الصوديوم هيبتدي ان هو يخش داخل الخليه من السيل ممبرين بتاعها. طيب الخطوه اللي بعد كده ان السيل ممبرين بتاع الخليه اصلا في انفاجينيشنز موجوده فيه، والانفاجينيشنز ديت موجوده بين المايوفايبرلز وبعضها البعض، تمام؟ فاحنا هنرسم الساركومير وهنرسم عندنا ايه؟ هنرسم عندنا الاي باند وادي الاي باند وادي عندنا التي تبيول، وجنب التي تبيول على اليمين وعلى الشمال موجود عندنا السيسرن اللي هي جزء من الساركوبلازميك ريتيكل، تمام؟ وصل ايه؟ وصل الصوديوم. الصوديوم ابتدى يوصل، الصوديوم هيعمل ديبولاريزيشن في الخلايا العضليه. الديبولاريزيشن ده هو من الاستجابه بتاعته هو ان الساركوبلازميك ريتيكلم تبتدي انها تطلع الكالسيوم الموجود فيها. الكالسيوم الموجود هيروح ويمسك في ال تروبونين سي. كالسيوم هيمسك هنا، هيمسك في التروبونين سي. لما بيمسك الكالسيوم في التروبونين سي بيبتدي ان هو يعمل شيفتنج للتروبومايوسين من على الاكتف سايتس بتاعت الاكتين، فالاكتين يصبح الاكتف سايت بتاعه عريان. يعني ايه عريان؟ يعني ظاهر. فيجي المايوسين هيدز تمسك فيه، فتبتدي المايوسين هيدز لما تمسك، ادي المايوسين هيد، هنكبر الصوره دي كده، ادي المايوسين هيد وادي الاكتين اكتف سايتس. يبتدي المايوسين هيد تمسك في الجزء ده وتكسر جزيء من الاي تي بي، في اي تي بي هيتكسر، وبعد لما يتكسر اي تي بي يجي المايوسين هيد يمسك في الحته اللي ورا ويكسر جزيء اي تي بي تاني، وهكذا تتكرر لحد في النهايه الشكل بتاع الساركومير بدل ما ان هو كان الشكل ده، الشكل اللي فوق ده هوت، هيبتدي ان هو يتحول ويصبح بالشكل ده. الساركومير ككل الطول بتاعه بيقل، الاي باند بتبتدي ان هي تختفي تقريبا، الاي باند بتختفي والاي باند بتبتدي ان هي تزيد. بصوا عشان نكون مع نفس الالوان، يبقى الاي باند بتقل والاي باند بيزيد، وده هو التغيرات في الساركومير اللي احنا قلناها. تاني تغيرات في الساركومير اللي قلناها اهيت، اهي عشان الصوره اللي احنا ما جاوبناهاش، اثناء الكونتراكشن الاي باند بتبتدي انها تزيد السمك بتاعها، الساركومير ككل ابتدى الطول بتاعه يقل، الاي باند ابتدت ان هي تقل، تمام؟ دي الثلاثه اللي بيحصلوا اثناء الكونتراكشن في الساركومير. طيب نعيد بقى الكلام اللي احنا قلناه ده تاني في شكل نقط. اول حاجه بيقول لك ان الاكشن بوتنشال بيوصل في الموتور نيرف فايبر لحد الاندنج بتاعه، اول ما يوصل بيجي فاتح الكالسيوم فولتج جيتد شانل، ولما بتفتح بتخلي الكالسيوم يعمل اكزوسايتوزس للاسيتايل كولين كونتيننج فيزيكال. الاسيتايل كولين لما بيطلع بيبتدي ان هو يمسك في نوع الريسبتور الخاص بيه اللي هو نيكوتينيك ريسبتور تايب ام الموجود على المصل، ولما يمسك فيه ده هو ليجند جيتد صوديوم شانل، فبيبتدي الصوديوم يبتدي ان هو يخش لداخل الخليه العضليه. الصوديوم لما بيخش داخل الخليه العضليه بيعمل اكشن بوتنشال، الاكشن بوتنشال بينتهي ان الساركولما الممبرين او ان سوري بينتهي ان الكالسيوم بيبتدي ان هو يطلع
من الساركوبلازميك ريتيكلم. الكالسيوم لما بيطلع من الساركوبلازميك ريتيكلم بيروح يمسك في التروبونين سي، تروبونين سي يعمل شيفتنج للتروبومايوسين من على الاكتيف سايتس الموجوده على الاكتين. الاكتين يبتدي ان هو يعمل ايه؟ الاكتين يبتدي ان هو المايوسين يمسك فيه بعد ما يستهلك جزء من الطاقه بتاع الاي تي بي. تمام، لحد هنا انت عملت كونتراكشن. كونتراكشن هيفضل مكمل سايكل ورا سايكل لحد لما ما يكونش فيه اي سبيس الكونتراكشن، فيبتدي يحصل ريلاكسيشن. الريلاكسيشن بيتم ازاي؟ بيتم عن طريق ان الكالسيوم اللي طلع من الساركوبلازميك ريتيكلم يرجع تاني عن طريق الساركوبلازميك ريتيكلم ذات نفسها، بتعمل اكتيف ري ابتيك للكالسيوم. اكتيف ري ابتيك للكالسيوم، كالسيوم يقل، التروبونين يبتدي يرجع يمسك في التروبومايوسين، ويرجع التروبومايوسين يقفل الاكتيف سايتس بتاعه الاكتين. النيوروماسكولار ترانزميشن اللي هو الانتقال بتاع الاشاره من النيرف فايبر للخليه العضليه بيتميز بعده حاجات، بروبرتيز بتاعه النيوروماسكولار ترانزميشن. اول حاجه ان هو يوني دايركشنال من النيرف للعضله بس وليس العكس. الحاجه الثانيه، في دايما ديلي بمعدل 0.5 ملي سكند، اللي هو الديلي ده اللي هو الوقت اللي بيكون فيه الفيزيكلز بتبتدي ان هي تخرج. الاكزوسايتوسيس بتاع الفيزيكل هو وقت الديلي. الحاجه الثالثه، ايزلي فاتيجد، لان انت بتعتمد على نيورو ترانسميتر. النيورو ترانسميتر ممكن مع السيفير ماسكولار اكسرسايز ممكن انك تعمل ديبليشن للنيورو ترانسميتر، برضه بتعتمد على الكالسيوم، ممكن مع السيفير ماسكولار اكسرسايز او ان الشخص ما بياكلش كالسيوم، فطبيعي كل ده ممكن ان هو يتاثر فبيكون في فاتيج. تمام، طيب الحاجه اللي بعد كده هو ايه؟ هو الكالسيوم بيعمل ايه؟ الكالسيوم ايون على النيوروماسكولار ترانزميشن بيخلي الاسيتايل كولين فيزيكلز تطلع. الحاجه الثانيه، الكالسيوم برضو بيعمل ايه؟ الكالسيوم برضو بيبتدي ان هو يخلي العضلات تنقبض، ماسل كونتراكشن. طيب ايه هو الحاجه المعاكسه للكالسيوم؟ هو المغنيسيوم. فالمغنيسيوم بيعاكس الكالسيوم وادي الشكل زي ما احنا قلنا، ما فيهوش حاجه كتيره. هو الصوديوم هو بيخش وبيعمل ديبولاريزيشن زي ما احنا ايه، زي ما احنا عارفين. طيب الكروس بريدجينج سايكل انا اعتبر قلتها بس نقولها تاني مفيش اي مشكله. احنا عندنا زي ما قلنا، اول ما بتبتدي الاكتيف سايتس بتاعه الاكتين تظهر بيمسك فيها المايوسين، بس المايوسين ما يقدرش يمسك وهو ان اكتيف، يعني المايوسين ما يقدرش يمسك وهو ان اكتيف، لازم المايوسين يحصل له اكتيفيشن في البدايه اصلا باي تي بي. الاي تي بي يتكسر لجزء اي دي بي وبي ويدي طاقه للمايوسين هيدز. المايوسين هيدز لما تاخد طاقه تبتدي تمسك في الاكتيف سايتس بتاعه الاكتين، ولما تمسك يبتدي الديسبليسمنت للاي دي بي وال بي ويعمل اكتين مايوسين كومبلكس، وتتكرر السايكل لحد لما خلاص كل الهيدز بتاعه الاكتين اصبحت اكتيفيتد لدرجه ان هي مسكت في كل الهيدز بتاعه المايوسين. ده ملخص للكلام اللي احنا قلناه، هو اللي انا رسمته في الاول. يعني بقول لك ابو ريتش للاكشن بوتنشال في النيرف فايبر، بيبتدي الكالسيوم يخش من الفولتج جيتد كالسيوم شانل يخلي الاسيتايل كولين فيزيكلز تطلع باكزوسايتوزس. الفيزيكلز ديت بتروح تمسك في الاسيتايل كولين ريسبتور اللي النوع بتاعه نيكوتينيك ريسبتور من النوع ام. لما بيبتدي ان هو يمسك بيخلي الفولتج جيتد صوديوم شانل تفتح. لما تفتح الفولتج جيتد صوديوم شانل او الليجند جيتد صوديوم شانل، ليجند جيتد ها عشان بتسال فيها، يخش الصوديوم يعمل ديبولاريزيشن في الخليه العصبيه. الديبولاريزيشن دهوت في النهايه بينتهي بان الساركوبلازميك ريتيكلم تبتدي انها تطلع الكالسيوم. الكالسيوم بيروح يمسك في التروبونين سي. لما يمسك في التروبونين سي بيعمل ازاحه للتروبومايوسين من على الاكتيف سايتس بتاعه التروبونين بتاعه الاكتين، فالاكتين يكون عندك ظاهر الاكتيف سايتس، وفي نفس الوقت المايوسين هيدز بتبتدي يحصل لها اكتيفيشن بي اي تي بي. ولما تكون اكتيفيتد هتروح تمسك في الاكتيف سايتس وتبتدي انها تسحب الاكتين ناحيه السنتر بتاعها. وبعد انتهاء الكونتراكشن الكالسيوم بيتم رجوعه تاني للساركوبلازميك ريتيكلم عن طريق الكالسيوم اكتيف ري ابتيك، والري ابتيك ده يبتدي ان هو يوقف عمليه الكونتراكشن ويحصل ريلاكسيشن في النهايه. ده ملخص الكلام، يعني ما فيهوش حاجه ايه زياده احنا ما قلناهاش. طيب الحاجه اللي بعد كده هي ايه؟ هي ان الاكشن بوتنشال ما فيش حاجة على الرسمة ديت، برضو هي نفس الحاجات اللي أنا قلتها، فيش اختلاف كبير. الصورة ديت بيوري لك الأكتين مايوسين سايكل. عشان المايوسين عشان يمسك في الأكتين لازم يكون بري أكتيفيتد. بري أكتيفيتد بإيه؟ بياخد جزء اي تي بي يكسره وياخد الطاقة اللي فيه، يمسك في الأكتين يعمل الكونتراكشن، وأول ما يمسك في الأكتين يطلع إيه؟ يطلع فوسفيد. تمام، وبعد ما يسيب من الاكتين يطلع الاي دي بي بعد كده، وبعدين يمسك في اي تي بي تاني، وهكذا تتكرر السايكل. طيب في حركه
المايوسين هيدز على الاكتين نقدر نقول المايوسين هيدز بتعمل سلايدنج. ليه؟ لان الحركه ديت متكرره في شكل سايكلز. فاول حاجه بتتم هي البايندنج بين المايوسين هيدز والاكتين، بعد كده البيندنج بتاع المايوسين هيدز عشان تخلي الاكتين يجي ناحيه الام لاين، بعدين الانفصال ديتاتشمنت، بعدين يمسك تاني وتتكرر. لو يمسك تاني في يحصل له اكتيفيشن، وبعد لما يحصل له اكتيفيشن يمسك تاني في الاكتين وتتكرر السايكل. فالموضوع بان واحد بيتمشى على الاكتين، ان المايوسين هيدز ديت هي عباره عن رجول او رجل واحد وهو بيمشي او بيعمل سلايدنج بيتزحلق على الاكتين. تمام، يبقى بايندنج للاكتين ثم باور ستروك اللي هو بيندنج لل مايوسين هاد، بعدين انفصال، بعدين يمسك ويحصل له اكتيفيشن الاول بي الاي تي بي، وبعدين يمسك في الاكتين وهكذا. واحنا بنتكلم اتكلمنا عن حاجه اسمها ماسل فاتيج اللي هو الارهاق العضلي او التعب العضلي. ماسل فاتيج مقصود بيها ماسل فيلير لانها تعمل كونتراكشن، فيلير للماسل لانها تقوم بالوظيفه الاساسيه بتاعتها. طيب سبب الماسل فاتيج هو ايه؟ ليه اسباب كتيره، بس المصل فاتيج ذات نفسه بيختلف كوردنج من شخص للتاني. يعني انت فيلير للمصل نات كونتراكت، مش كل الاشخاص هيوصلوا للفيلير الفظيع ده، ولكن احنا بنقدر نقول ان الفيلير ده بيبان في صورة حاجتين. الحاجة الاولانية هي ديكريز سترينث للمصل انها تعمل كونتراكشن. يعني على سبيل المثال واحد كان بيرفع اوزان مثلا في الجيم 40 كيلو جرام مثلا، تمام، لما تيجي تلاقيه بيرفع ال 40 كيلو جرام مش قادر يرفعها، هو كده اوريدي وصل لمرحله الفاتيج، فديكريز سترينث اوف كونتراكشن. الحاجه الثانيه برولونجيشن لكل الفيسز بتاعه الكونتراكشن سبيشال ريلاكسيشن. دايما بتلاحظ ان برضو نفس الشخص اللي كان بيرفع 40 كيلو جرام ده، لو هو بيعمل اول ست اللي هو اول رفعه ليه، هتلاقيه بيرفع وزن تقيل. بعد كده تعالى في السته او السبعه هتلاقي ان هو مش قادر يرفع الوزن ده او يقدر يرفع وزن اخف، وبعد لما بيقوم بيريح زياده وقت زياده. فالفاتيج احنا بنعرفه من كده، نقدر نقول ان الشخص ده حصل له مصل فاتيج عن طريق حاجتين، ان الاسترنس بتاعه الكونتراكشن بتاعه عضلاته بتقل وبالتالي الوزن اللي بيشيله بيقل. الحاجه الثانيه هي برولونجيشن لكل الفيسز بتاعه الكونتراكشن سبيشالي ريلاكسيشن. خلاص، ايه الاسباب بتاعه الفاتيج؟ عندك اسباب كتيره، في لوكال فاكتورز وفي نيورو ماسكولار فاتيج. اللوكال فاكتورز او الماسكولار فاكتورز ديت عباره عن ان بيتراكم داخل الخلايا العضليه او الراوند ات الكربون دايوكسيد واللاكتيك اسيد، ودولت ذات نفسهم بيعملوا احساس الم فظيع في العضلات، عشان كده صعب ان ايه ان يحصل كونتراكشن. الحاجه الثانيه هي ان الاي تي بي يقل او يختفي، وكذلك الجلايكوجين، وده برضو بيبتدي ان هو يعمل ماسكولار فاتيج. عندك في نيورو ماسكولار فاتيج، وده بتاع الاستايل كولين، لما الاستايل كولين يبتدي ان هو يختفي بيحصل النيورو ماسكولار فاتيج. وطبعا صعب ان يحصل نيورو ماسكولار فاتيج لان الماسكولار فاتيج بيحصل قبليه بمعدلات اسرع. يعني ماسكولار فاتيج تراكم الكربون دايوكسيد واللاكتيك اسيد داخل العضلات بيحصل اسرع. الحاجه اللي بعد كده الريسبونس بتاع الخليه العضليه مختلف عن الريسبونس بتاع الخليه النيورونز او الخليه العصبيه، لان الريسبونس في النهايه بتاع الخلايا العضليه هو كونتراكشن. احنا عندنا في نوعين من الكونتراكشن يا شباب، اكوردنج لايه؟ اكوردنج لهل طول العضله بيختلف وهل بتعمل افكت ولا لا، وهل البريشر داخل العضله بيختلف ولا لا. فاحنا عندنا في حاجه اسمها ايزوتونيك كونتراكشن، في حاجه اسمها ايزومتريك كونتراكشن. ايزوتونيك يعني التون ايزو ثابت، التون ثابت يعني البريشر داخل العضله ثابت. امال ايه اللي بيتغير؟ اللي بيتغير هو الطول بتاع العضله، المتريك يونت بتاعه العضله بتبتدي انها تتغير، بدل ما هي طويله بتبتدي انها تقصر، بيحصل شورتنينج للعضله. التنشن ثابت، فيكسنينج للعضله والتنشن ثابت. ده بيحصل امتى؟ ده بيحصل لما انت بتيجي تشيل وزن انت تقدر تشيله. يعني على سبيل المثال انك ترفع وزن 20 كيلو مثلا بايدك الاثنين ديت سهله، انك ترفع 20 كيلو سهله، تمام. هنا كل الطاقه اللي انت بذلتها 50% منها تقريبا رفعوا ال 20 كيلو، و50% التانيين تم فقدهم في صوره طاقه حراريه. نيجي للايزومتريك كونتراكشن. ايزومتريك، متريك يعني الطول، تمام، ايزومتريك يعني الطول ما اتغيرش، الطول بتاع العضله ما حصلهوش شورتنينج. امال ايه اللي حصل؟ التنشن هو اللي اتغير، او الضغط داخل العضله هو اللي اتغير، الماكسيمم تنشن هو اللي زاد.
وده بنقابله لما انت تيجي ترفع وزن اكتر من مقدرتك. يعني بدل ما انت عايز تشيل 20 كيلو انت عايز ترفع بايدك 100 كيلو، صعبة صعبة، وبالتالي انت مش هتقدر ترفع الوزن اصلا، ولكن الضغط داخل العضلة بيزيد، تمام؟ ففي النهاية انت مش هتعمل ورك، مش هتعمل ورك، مفيش ميكانيكال افيكاسي، يعني انت ما بتعملش اي ميكانيكال ورك. الميكانيكال ورك او الميكانيكال افيكاسي صفر في النهاية، كل الانرجي اللي انت بتعملها لوست از هيت، مفيش انرجي او مفيش جزء منها هيبتدي ان هو يتحول لكونتراكشن كده. احنا خلصنا المحاضرة، اتمنى تكونوا فهمتوها، وشكرا لتواجدكم معي في محاضرات الفسيولوجي بتاعة النيورو ساينس او الماسكولو سكيليتال سيستم.